الخير، صباح الورد، صباح البرد، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. اليوم بنصور بالحديقة، بنصور برا، ولما نكون نصور برا معناته إنه إحنا عنا فيديو عناية. اليوم بدنا نعمل زيت للشعر، بيطول وبينعم وبيغذي الشعر وبيغمق لونه، وحطوا تحتيها كذا خط بيغمق لون الشعر، بمكون أساسي للأسف إحنا كليتنا بنرميه وما بنستفيد منه رغم إنه هو كنز كنز. أول إشي قبل ما أبدأ بالفيديو بدي أشكركم على تعليقاتكم الحلوة على الفيديوهات اللي عن جد بتسعدوني وبتبسطوني فيها. الله يسعدكم يا رب، وأهلا وسهلا بكل المتابعين الجدد. وفي شغلة تانية، في من المتابعين بيسألوني نوع شاي كرك اللي بشربه، هذا هو يجي هيك مغلفات من جوا. بالنسبة إلي هذا أحسن نوع جربته، لأنه هو طعمه معتدل، يعني بتحس انه في شوية قرفة، في شوية هيل. جربت انواع تانية بكون فيها زنجبيل او زعفران، ما بعرف، ما حبيتها، او حتى قرنفل او فلفل اسود. هذا بالنسبة لي طعمه معتدل، فحبيت اصور لكم اياه علشان اذا حدا بيحب ياخد سكرين شوت له. اول مكون عنا بهذا الزيت اللي هو نواة الافوكادو او بذرة الافوكادو. لما تاكلوا الافوكادو احتفظوا بهاي البذرة على جنب، بنجيبها وبنغسلها وبنتركها تنشف شوية، يعني ممكن تتركوها يوم كامل تنشف او تنشفوها كتير منيح بعد ما تغسلوها. اقرأوا على جوجل عن فوائد زيت الافوكادو. الزيت اللي بدنا نعمل اليوم كتير مهم احكي لكم انه هو مخصص للشعر وللبشرة، الوجه والرقبة لا، وهذا الزيت ما بعكس الزيت اللي بنشتريه من المولات الكبيرة بيكون مكتوب عليه زيت أفوكادو مخصص للطبخ. الأفوكادو، نواة الأفوكادو بيحتوي على دهون صحية مفيدة ومضادات أكسدة اللي بتحارب الشيخوخة. شو بدنا نعمل؟ نبدأ نقطع فيها، نحطها بصحن. هلأ رح تحسوها هيك جامدة شوية بس عادي بيمشي الحال. الزيت اللي بدنا نعمله بنقدر ندهنه على جسمنا، اوكي، وطبعا زي ما حكيت لكم فوائده للشعر بتجنن. وزيت الافوكادو اللي للطبخ مفيد للكوليسترول، مفيد للناس اللي قصدي فيه دهون مفيده وصحيه للجسم، وكمان هو زيت مضاد للاكسده، يعني بحارب الشيخوخه، فبالتالي على الشعر بغمق لونه وباخر الشيب. ما في شيء فعليا بيمنع الشيب، بس في اشياء احنا بناكلها وبنحطها على شعرنا بتاخر الشيب وبتغمق لون الشعر. واحده من هاي الاشياء طبعا اللي هو الافوكادو. طيب زي ما قلت لكم هو تقطيعها شويه صعب، بس أنا رح أحاول على قد ما بقدر. هلا رح أكمل باقي الكمية وأرجع لكم. في شغلة مهمة، تابعوا معاي للآخر علشان تعرفوا الطريقة اللي بدنا نخمر فيها هذا الزيت عشان نستخلص الفائدة منه، بالإضافة لمكونات تانية حنضيفها وكمان طريقة استخدامه على الشعر. هي قطعت كل الكمية، قطعتها بصعوبة شوي لأنه النواة أو البذرة ناشفة شوي، عشان هيك أنتوا لا تطولوا عليهم. زي ما قلت لكم إحنا يعني ماكسيمم نتركهم 3 أيام مثلا بعدين نقطعهم، لأنه كل ما طولنا عليهم رح ينشف أكتر. طبعا هون لما تعرضت للهواء صار لونها على برتقالي، بس عادي جدا ما بيأثر ولا بيضيع من فائدتها، حتى صار لون أصابع برتقالي. إن شاء الله من بعد هذا الفيديو رح تستحرموا إنكم ترموا نواة الأفوكادو. زيت الأفوكادو من الزيوت الدسمة والغنية، سبحان الله، حتى لونه وقوامه مثل زيت الزيتون. احكي لكم على المكون الثاني اللي بدي اضيفه، وهو اضافة اختيارية بس، يعني انا ضفتها من عندي على الزيت، بس هي بتكمل فوائد نواة الافوكادو، اللي هو هذا، اللي هو اكليل الجبل او الروز ماري. طبعا انا قطفته طازة من النبتة، ريحته بتجنن. انا بستخدمه بالطبخ مع شوي الدجاج، مع اللحوم، جربوه كمان على الستيك المشوي، بيعطي طعم كتير قوي وكتير كتير زاكي. طبعا ريحته كتير كتير حلوة. اول اشي هو رح يعطينا ريحة كتير حلوة للزيت، اوكي، يعني ريحة هيك عطرية. وتاني اشي هو مكون مضاد للأكسدة. شو يعني الروز ماري هذا؟ انا بغليه بالمي وبستخدمه كبخاخ لشعري مع اعشاب تانية، بغمق لون الشعر وبأخر الشيب وكمان بوقف التساقط كتير كتير. ان شاء الله ليوم رح اعمل لكم فيديو تونر الاعشاب اللي بستخدمه لشعري، والله العظيم سحر سحر. فهو بيكمل فوائد الافوكادو، بس ايش الافوكادو زياده عنه؟ انه هو بذرته غنيه، زيته غني، يعني بيغذي الشعر. تشوفوا كثير من منتجات الشعر اصلا صاروا يعملوها بزيت الافوكادو، لانه هو بيغذي تماما تماما، حتى يمكن اكثر من زيت الزيتون. فهي فائدته. فهدول الاثنين المكونين الاساسيين. هلا بدنا نعمل الزيت مع بعض وبدنا نشوف كيف بدنا نخمره، وهي خطوه كثير كثير مهمه. اول شيء راح احط البذور في المرتبان، وراح افرط
هدول العروق الروزماري واحطهم جوا. حطيت الروزماري والهاي، راح اعبي عليهم زيت زيتون، راح اغطيهم بزيت الزيتون، راح اعبيهم للاخر بزيت الزيتون. اوكي، واجي مش مشكله، انا راح اكمل زيت زيتون من جوا، ما في مشكله، بس بدي افرجيكم انا الطريقه. ماشي، غمرناهم بزيت الزيتون ونسكر عليهم كتير منيح. بعدين راح اجيب، هاي خطوه كمان مهمه، راح اجيب اشي اغطيهم فيه زي مثلا ورق الومنيوم. كيف ورق الومنيوم؟ يعني نفرض ان هيك انا غطيتهم منيح بورق الالومنيوم، شو بعمل؟ بتركهم 10 ايام وببعدهم عن اي مكان يكون فيه ضوء، او بالاحرى انا لما اغلفهم بالالومنيوم كمان عشان امنع اي ضوء انه يفوت عليهم او حراره، لانه هم بيقولوا انه الضوء اذا نفذ يعني على اي زيت ممكن انه يتفاعل معه او يتاكسد. انا مش متاكد كثير من هالمعلومه، بس انا سمعتها من كذا مكان، بس زي ما قلت لكم هالخطوه ضروريه عشان ما يوصل له اي ضوء ابعرف يتفاعل مع الزيت او هاي. المهم انه احنا لازم نغطيه بالالومنيوم ونتركه، او نتركه بمكان مظلم ما بتفوته شمس، في الخزانه مثلا، في خزانه المطبخ، في اي مكان. ممكن انك بعد 10 ايام انك تصفي الزيت كتير منيح تستخدم. في ناس كتير بتشكي انهم لما يستخدموا الزيوت بتسقط شعرهم، في بعض انواع فروه الراس ما بيزبط لها الزيت، يعني مثلا زي الفروه الدهنيه الزيوت في الغالب بتقلها وبتسقط الشعره. الفروه الدهنيه بدها اشياء تنشفها، بدها اشياء تنظفها مثلا، مش تزيدها دهنية. زائد الاستخدام الغلط للزيت، في ناس بنقعوا شعرهم نقع بالزيت. ممنوع انك تحطي الزيت على شعرك اكتر من ساعتين، تقعدي فيه 6 ساعات. وفي المصيبة الثانية، الناس اللي تقولك انا بنام الزيت على شعري، طبعا دائما هدول بيشكوا من التساقط، لانه الشعرة هون بتتعبى بالزيت وبتتسكر المسامات، الشعرة اصلا بتموت، الشعرة زي كأنها بتعفن وبتموت. هذا الحكي بينطبق على اي شيء بتحطيه على شعرك. ممنوع تنامي وفي خلطه او زيت على شعرك، وما تغرقي شعرك بالزيت. انا بدهن الشعر، او بجيب الزيت بدفيه بالمايكرويف معلقتين ثلاث وبدهن على كامل الشعر، ما بنقع فروه راسي بالزيت، ما بفركها فرك بالزيت وبعدين اصير اشكي من التساقط. الاستخدام الغلط بيؤدي لنتيجه غلط، بالعكس بيؤدي لنتيجه عكسيه، بدل انه يوقف التساقط بيزيد التساقط. وزي ما حكيت مش اكثر من ساعتين، وبتغسلي شعرك كثير منيح، استخدميه مرتين لثلاث مرات بالاسبوع، وان شاء الله ان شاء الله باستخدام شهر رح تبلش النتيجه. شعرك رح يكون كثير ناعم، ورح تحسي فيه فرق كبير بلونه، عن تجربه فرق باللون، رح تحسي شعرك اغمق، رح تحسي هيك غامق، اسود غامق. جربوا الزيت وان شاء الله يا رب يعجبكم وتستفيدوا منه. اللي بجربه يبعث لي. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم على ذوقكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.